فاحنا من ساعه ما جينا النادي الاهلي واحنا طبعا بالنسبه لنا التمرين مختلف تماما، لانه بيبقى فيه تمرين مع كل المستويات في النادي الاهلي بتكون كويسه قوي. فاحنا الحمد لله التمرين كان فارق معانا، وكمان بقى دايما ان احنا عينينا في اي بطوله ان احنا للذهب بس، فدايما في اي مرحله نبداها في البطوله اللي هو خلاص احنا عدينا المرحله الاولانيه الثانيه بنقرب خطوه بخطوه للذهب يعني. صحيح، وده مش معاكي بس، حتى هنا جوده مثلا خدت مركز ثاني في افريقيا، مش وحش، حاجه كويسه جدا بالنسبه لسنها. زعلان يعني على فكره، المنافسه دي حاجه شريفه. بس خلينا اتكلم في تهنئه كابتن محمود الخطيب. يمكن بعد انتم كسبتوا على طول واديتوا اداء مشرف، مش شرف مصر كمان، شرف مصر جدا، وشرف النادي الاهلي تبعه، لان النادي الاهلي جزء قلب مصر النابض في الرياضه. تهنئه كابتن محمود الخطيب اللي كانت بعد البطوله على طول، فرقت معاكوا ايه؟ سريع. هي طبعا فرقت معانا معنويا جدا جدا جدا، لان هو متابعنا يعني، حتى مش في بطوله طبعا النادي بس، هو احنا كمان يعني احنا مسافرين بطوله في افريقيا وطبعا منتخب، وهو كان متابعنا، فكان بالنسبه لنا ان هو شايفنا وعارف ان احنا وصلنا للنهائي احنا الاثنين من الاهلي وحد فينا اخدها، كانت بجد يعني رفعت معنوياتنا جدا، وده بيخلينا نزود من نفسنا ان احنا دايما يبقى عشان نوصل في المركز الاول كمان هنبقى واخدين معانا اسم النادي الاهلي ونخليه في المركز الاول. اخر لقاء بينك وبين كابتن محمود الخطيب ليكي او لمروه كان امتى؟ اخر لقاء بينا غالبا كان في تكريم، كان عندنا تكريم في النادي الاهلي، وكان بيكرم كذا فرقه لعبه وكذا لعبه يعني، ودي لقطات اهي. كانت هناك. ايه رايك بقى، شفتي؟ احنا بس تحلمي تلاقي الصور موجوده. كانت في اهلي مدينه نصر. بالظبط. وبتهيألي يعني كابتن محمود الخطيب كاسطوره كبيره الحقيقه يعني. هو يعني هو كانت لقطه كوميديه، هي جايزتين زي بعض يعني، صح ولا لا؟ بس اظن كان مكتوب عليها ساعتها الاسامي، مكتوبه اسامي، فقال دي بتاعت مين ودي بتاعت عشان عشان انتوا توأم، فقال لكم دي بتاعت مين ودي بتاعت مين. فكانت لقطه حلوه كوميديه يعني من كابتن محمود الخطيب. طيب يعني كابتن محمود دايما يعني بيتميز بامانه بروح الدعابه، يعني حتى لما انا كنت بلعب وهو كان من احد الاسباب الاساسيه ان انا جيت النادي الاهلي، و عنده حته الدعابه واللي يتكلم مع اللعيبه تحس ان تعرفه من زمان. يعني فطبعا تكريم كابتن محمود الخطيب او تهنئته ليكم بعد الماتش، وانتم ما بتمثلوش النادي الاهلي، انتم بتمثلوا منتخب مصر. اكيد دي حاجه اسعدتكم زي ما انت قلتي. طيب خلينا نتكلم عن المستقبل. اكيد عندك اجنده الفتره اللي جايه، اكيد مثلا انت طبعا بدات التمرين النهارده، خلاص رمينا المكسب ورا ظهرنا، هنقول في شورت تيرم بلان وفي لونج تيرم بلان، شايفه ده ازاي؟ هو طبعا احنا عندنا اول حاجه عندي ان شاء الله بطوله الجمهوريه، فهي في اظن 1/10 او اخر 9، فان شاء الله انا عايزه فيها. كلكم داخلين فيها؟ كل اللي كانوا في افريقيا من مصر داخلين فيها، كله ما عدا دينا. دينا عشان بره. دينا بره، بس كل اللي لعبوا هندخل. بتبقى عاده بتبقى فين، ولا متحدد مكانها قبل البطوله؟ هي بنسبه كبيره بتبقى في اسماعيليه، احنا بقى لنا فتره يعني بنسافر اسماعيليه كل البطولات.